كانت عمنا بالاتحاد محمد والشيخ اسد يا كانت عمنا بالاتحاد محمد والشيخ اسد وحمد احمد كشيها صعب مني وفنت وحمد احمد كشيها صعب مني وفنت وحمد احمد كشيها صعب مني وفنت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، نحن جميعا هنا تعمون البهجة والسرور عن حزبنا حزب الإنصاف عن 200 في القوارب، هذا عبرتوا عليه انتم اليوم في هذا الاجتماع اللي شاكرين عليه شاكرين عليه اخونا وولدنا الاطار، وتعرفوا كاملين المحامي الباتوني ديز افوكا كم زكريا. اذن هذه معونه كبيره لاهل القوارب، عن يقوم واحد من اولاد القوارب ويدير ماله وجماله واللي عنده واللي مو عنده، اياك يعبئ القوارب داخل حزب الانصاف، واياك يبرهن عن القوارب جنود المجندين من وراء محمد الشيخ القزواني. اذن هذا شاكر علي وراني طالب من اهل القوارب كاملين انهم يزيدوا في خوتهم ويزيدوا في تلاحمهم، رانا ماتينا قابلين ماتينا قابلين ان ننقلبوا في القوارب، دائما نحن هم القالبين، لين تموا دائما نحن هم القالبين، لين تكاردوا بكورنا وتكاريرنا وسرقلاتنا وبيضاننا، لين نعودوا عظام بلا مفصل في القوارب، بهاللي القوارب مدينه تستحق منا التقويم والتقدم. وبذاك بذيك المناسبة تعرفوا أنا قطب تنموي عريق وعن القوارب جاي ناس من الخيرات واللي ندوروا لها إن شاء الله لا تقدم، ما نختار نحتكر الكلام حتى باللي القوارب بدوا يتنظموا ماذا لهم وبدوا يتحدوا ماذا لهم، وبالحتروا جمعنا عند إطار منا وتكاردنا، واليوم راينا مجمعين عند الاخ زكريا كام اياك كاملين عودوا واحد ونعودوا عظام بلا مفصل. جيش المتباخر ماكسر عدو. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيفي بارلي ان فرونسي. جاي يدغني توا بتاشر المباخه باخه 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 D'abord, je suis très, très touché par ce rassemblement important qui a été aujourd'hui vu à Rosso et précisément en Durban. Je le disais donc tantôt, je dis que je suis particulièrement touché par ce grand rassemblement organisé à Rosso et particulièrement à Durban. Je remercie pour cette occasion mon ami
le frère Cham Zakaria qui en est l'instigateur. Je remercie également le parti INSAF pour avoir permis de rassembler les populations vives et actives de Rosso. Nous avons besoin de ce rassemblement. Nous avons besoin de prouver que la capitale du Trarza, la plus grande région du pays, est une région d'abord d'avant-garde pour l'INSAF et le soutien inconditionnel à son Excellence le Président Mohamed El Cheikh Khazoum. Nous avons besoin de prouver également que la capitale régionale est dans cette directive. Et nous ne pouvons que s'allier avec beaucoup de fierté ce rassemblement important. Nous en prendrons note. Je vous remercie. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. مناضلي ومناضلات حزب الإنصاف، أنا شاكركم على هذا التواجد اللي في الحقيقة مهم. غير من خلالكم كاملين نشكر الإطار والمحامي الأخ تشام زكريا على تنظيم هذا المهرجان الحاشد، واللي في الحقيقة مهم في الظرفية اللي ذي هي، شاكرين عليه فوقاني من الشكر. غير مولي نختار نقول على عنا يا الله تنو نتهزوا الفرصة، ياك نقول لكم وتقولوا لروسكم كاملين عنكم يا الله هو تقبضوا سلاحكم من ضرك، لأن على أبواب انتخابات بلدية وتشريعية، وكيف تعرفوا سلاح مناضلي ومناضلات حزب الإنصاف؟ سلاحهم هو التسجيل على اللائحة الانتخابية اللي لاهي تفتح يوم 27 في ذا الشهر. معنا عنا طالبين من جميع مناضلين حزب الإنصاف على عنهم يتوجهوا شهر صناديق تسجيل على اللائحة الانتخابية، وكل رقاج يحصي ياك الصبح يعود قد يؤدي واجبه الوطني من مقد حزبه ومن مقد مرشحينه. هذا الطلب الأول. يا غير مولي لا يخفى علينا عنا مرجعيتنا اللي هو الأخ الرئيس محمد ول الشيخ القزواني، مرجعية حزب الإنصاف، أن نختاروا نشكروه الفوقاني من الشكر على الإنجازات الكثيرة اللي عدلت، وخاصة اللي نحظات منه مدينة روسو، سواء كانت في تأهيل هذه الطرق المعبدة اللي الشركة ذا هي بدأت فيهم. في الحقيقة القوارب كانت تعاني من الكثير من 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 الامور، خاصة هذه الطرق المتهالكة. يا غير رئيس الجمهورية بما انه حريص على انه جميع مواطنيه ومناضلين هذا الحزب والمواطنين الموريتانيين كاملين انهم يعودوا يعيشوا برفاء، هو اليوم عدل القوارب برشات، سواء كانت تتمثل في الطرق، سواء كانت تتمثل في الزيادات اللي عدل جميع المواطنين. يا كل مواطن يعود حاس على عنه جابر حقه وفطنه وفدولته، وهذا احنا شاكرين عليه الفوقاني من الشكر. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. انا كل ما قالوا الجماعه ما لي نطول، بيدي حد شاف هذا الحشد ما شاء الله الجماهيري، ما عينه في طول ولا عينه في يتكلم، بيدي هاي الصوره مكلمه راسها. هذا مساج جزا الله خيرا الاخ تام زكريا، هذا ستة مساج ما عندي في الكلام، فيه الوحدة وفيه النظام وفيه ما شاء الله الشباب وفيه النساء وفيه خيرة أهل القوارب راعيهم ما تفقدي من أحد. وهذا الشكر شاكرينه، شاكرين على الاتحاد ما قط خلق، حزب الإنصاف ما قط شمع، جميع أطيافه يكون يوم شيطانه مولانا، وشاكرينه وراني مبلغ له مبلغ السلام أخوه وصاحبه محمد الحسن والحاج مقام محسن، قال انه يختار كان يحضر غير عنده ظروف لا قد يحضر. السلام عليكم ورحمه الله. اسكن دي موليه سي فجر بني دو خمت دي كنتكو كباخ سما خريز سما سري دي اسماعيل تشام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بانديرابي انتالمونيري بانديرابي انتالمونيري انن كلا غوت هن فوفه اند موم اي يتود موم مثال بني انصاف نابه وان بدو ان فوف ك انصاف جيا بي جودي بدو ان غني ماوبه انصاف مبدا نياغي ماوبه انصاف نابه يوبه باموندر حكوند مابه بي ملندير حكوند مابه بي بنغاندا kambe fof koy parti goto be jeya be jidani tan ko parti amen parti insaf mawda amen mawdo leydi qazwani ala ko wadani kono ko minen ngoni be paamani tawa ko yidi ko be mawbe poti yettinde ideji makko e population mi jurnata mi jurnata mi salmina gonon kala mi wiya vive l'insaf vive le parti insaf vive la mouvance zakaria vive l'insaf vive l'insaf vive la mouvance zakaria on jalminama jerejef monsieur fadjar السلام عليكم ورحمة الله. ماغي نويو مبوكي ييب دي دالال نييب دي بك سي تي واي بي في ام مي لي لوكا ورال ييب موي سونو بريزيدان بو خامني نييب خام نانكا موي قزواني موي سونو بريزيدان دما بغي ني ماي كلوخو محمد والقزواني مو في كري بارتي بو خامني جاخالنا نييب موي انصاف ني ام سونو مبوك بو باخ ني كاي واخ زكريا تيام متخاو دادي اندي بن ديفي موني في بوب في اوبوزيسيون دوت في ناني نيه opposition dot fi nané ñeex ñepp xam nañ ni jam ci bopam nit bu nu fi def dara ta amul jam ta khazwani amna jam légui nañ li ñi ñaan mbokk yi ñu xam ni jam ñi ngi kay doré ci kër yi ñi ngi kay doré ci roso ku ko xam xamni ñepp ño bokk ndey ño bokk bay lool lañ ñu jangal te lool lañ wara delo ci roso ñun ñepp ñu xamni doomu roso bu fi parti insaf tek dañ ko wara xolé parti insaf mu daf fi lu bax ñu jappalé ko pour lu ñu bëgg ci bi roso ñu daf ko fi développement dafa yomb da dañu wara jappalé jigen ñi jigenu roso war ngeen tak sen sœur yo xusi kaw jappalé ñu jappalé sen ay doom ba ñu nekkon ñu gennon roso yeb del ci wat roso amna lepp amna ndox amna jant amna suuf bu yaatu amna jeun amna lepp dañu wara takko nek ci gënaaw président de la république mu tabal ñu suñu waaji ñoo xamni mom lañu bëgg muy zakaria tiam mu dafaral ñu roso wa salaamu alaykum wa rahmatullah massa mona tampere mon min ji golle mon nduudo sawru yandu ndu wadi dalde wonne nde heddi ko mbindo don e liste électorale njurki nanon groupe zakaria tiam 2023 dum do ma yi dum na andi parti insaf hay goto wawa dum do hawde neddo moen fof jekki nodo fetel mum yo junnit anda paris
dum non Allah jaarama on jaarama mi junnataak ha yesak lawol bismillah mon السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحلتم أهلا ونزلتم أهلا بجميع سكان ولاية القوارب. اليوم نفرحنا ولنا ياسر الفرح نحن نتمناه من فخامة رئيسنا الشيخ محمد ولي القزواني ومن حزب الإنصاف إعلام مناسبة ولايتنا ولاية الترارزة، ولله الحمد والشكر. راجين التوفيق من الله وشاكرين الجميع بحضوركم اليوم وفخامة زكريا المرشح زكريا تام. نرجو من الله التوفيق لنولود الجميع. نحن أهل الولاية، ولاية الترارزة، واليوم ندور التقرير وراجين إن شاء الله عن عود التقرير المصاب زكريا تام به اللي حد يدار بلده ويدار الوطن ويدار الزيادة ويدار الفخم. منين اللي جبر الولد اللي الولد الصالح اللي من أبناء الوطن وهو ساكن بن جربل ومن أبناء الترارزة وله قيادة القوارب. فنحن أهلا وسهلا، مرحبا جميعا، نفس التوفيق لنا ولكم الاثنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماهير روسو، جماهير روسو، شكورين على الحضور والحماس وهذا المجي بكثافة لحضور هذه المناسبة الكريمة اللي نحتز بها، مناسبة ترشح زكريا تشام، مناسبة كبيرة، مناسبة عظيمة بالنسبة لساكنة روسو. ونختار نقول لكم هون ونقول للسياسيين من الترارزة ومن الوطن الموريتاني كاملة عن هذه المناسبة، نختارها تنقبض بعين الاعتبار باللي الأستاذ زكريا تام هذا عنده عمق جماهيري كبير في الولاية باللي يمثل جميع شرائحها، يمثل هذه الشريحة العريقة اللي قال لها فلان، ويمثل الترارزة، يمثل الترارزة بعمقها. هذا للي ما يعرفه، إذا عنه يمثل الترارزة ببيضانها وبكورها. وهون هذا المساج، هذا البيان له، نختار الناس كاملة تسمعوا. بالإضافة على أنه يمثلنا كاملين، يمثلنا ببيضاننا وبكورنا، جاء إطار سامي وعنده مؤهلات كبيرة وجاي هون إياك يخدمكم، يخدم ولايته، يخدم بلديته ودشرته باللي حد الحمد لله يتحتل من الوظائف كاملة السامية من بريزدان درا كوميسيون ناسيونال دي زيدرو كاربير و بريزيدان دي لا كوميسيون سنترال دي مارشي و في الوظائف الحمد لله الساميه كامل. انا منا الحمد لله افوكا ماجسترا، ما هو جاي يكون يخدم مدينته. ميرسي. السلام عليكم. سلميني ونون بي جوجي بدو فو ما شاء الله. اي دونك كو ادي فو ادن جيت لو بريزيدان دي لا ريبوبليك محمد الشيخ محمد الخزواني pour l'importance au rokirew bébé et politique. Donc Mohamed Ould Khazwani ko rokirew be gedal mabbe ha timmido yen et politique. Donc son yewi jonde men de hande tan machallah ko rewbe buri do hewde dum non ken ittanabe gedal men ha timmi eren ittana gedal men ha timmi. Donc son yewi enen rewbe eren poti ummade enen be fo machallah mbaden politique. Son ƴeewi sur le fichier électoral ko rewɓe ɓuri ɗon heewɓe ɗum noon tagi en dokkama gueɗal men ha timmi. Joni son ƴeewi liste national des députés enen jogui 20 femmes jehon liste mixte ma on tawton rewɓe, jehon liste national des députés jeunesse ma on tawton rewɓe machallah. Donc rewɓe kala to ngala développement ala ɗon kala pour développement wona e leydi walla wona e ville, il faut que rewɓe gummo daro nanna hen juuri mumen. So ɗum tagi so hay ɗum ɗon ala hay dara gasata ɗum noon le président de la république hokki en gueɗal men ha timmi.
dum non enen ne hoto jodiden il faut qu'on s'implique davantage natene politique o ne wadi rewbe deputyji ne wadi rewbe mairuji en kietta tiagal machallah sen bi kadi cohésion nationale sen bi cohésion nationale enen rewbe pour le bien être tan ligoto den on ji galleji enen goni hen enen ne hatu sukabe education ko enen goni hen machallah mi hokkuman exam tan hikke bak ben mudido o sukabe rewbe nayo ngoni premier do e mauritani machallah dum non roskeri holko dañi be wiete cohésion nationale métissage culturel mo ganduda enen tani dañi dum hal pular jolf sar khulle chapat enen be fof ko enen ngoni gotum rosa non ben bopul ken munu ko xar ñaar mi salmini on mi juri mo on vive insam vive la mouvance Zakaria 2023 mi salmini on mi juri mo on merci beaucoup ala barkatu wa rosu ana ngeen ana wa rosu man gisuma wa rosu yukhulen wa rosu ana ñi bëgg Zakaria cham ana ñi bëgg mouvement Zakaria cham ana ñi soutien Zakaria cham Zakaria Cham, on préfère que Zakaria Cham soit le candidat aux municipalités à la ville de Rosso. Et ça, c'est une demande sociale de la population de Rosso. Mais il y a un tober qui est un tober qui est un tober. Pardon, il y a une inscription sur les listes électorales. Et il y a un candidat qui est un candidat qui est Zakaria Cham. Il faut qu'on ait une carte d'identité. Moi, la carte d'identité, ça peut gérer. Sa pojeta way jogari kardante yawindi de jogo kardante rafel so Allah jabil fudo nyande nogasi cedidi mune men fof yo cerandum wopude haji mudum ya inscrivo sur les listes électorales et le jour du vote mbaden kessuji di 100% Zakaria Cham Allah jara mon jara rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu el gwar kamli rana msalmi alaykum lana tena gadina nطول عليكم لا نخديركم كاملين توقفوا وتطلبوا معايا عن زكريا جام يقبلنا ترشحوا لبلدية القوارب نوركم توقفوا كاملين دوركم فر توقفوا دوركم فر توقفوا الناس كاملة ترى توقف ودوركم فر تقبلوني تفرسولي زكريا ما بقى نيبقى ينتخب وقاين فيب زكريا جام وقاين أكسبتي لا 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 كانديداتير دي زكريا جام بلو أميرين بيروزو يبقى كل مون سمي دبو يبقى كل مون فيب زكريا بركة زكريا نوز أكسب ست كانديداتير C'est ce que je veux. Nous n'y a pas de Nubuga. Tout le monde s'est mis debout pour que Zakaria accepte ce que nous sommes en train de le supplier depuis 6 mois ou depuis 1 an pour qu'il accepte la candidature pour la mairie de Rosso. Oukfou Kamlin ou Aïtou Zakaria Cham, Ndoro Yigbil, Tarashouh le Beladiye Trigwarb. Lark Ndoro Houaïji. Wa salatu wa salam ala Nabi Karim. لا يتكلم بالحسانية ولا. هذا طالب اللي قدمت راعيني قابله وراعيني وعنين بالترشح إن شاء الله وراجي عند الحزب حزبنا وراجل وراجل عن حزبنا حزب الانصاف يلبي ذاك الطلب ان شاء الله. فيما يخص الموضوع اللي نتكلموا عنه اليوم بدوري لأين طرق النقطتين. النقطة الأولى لأين حدد مسؤولية الدولة عن البلدية، شد قد انتظر البلدية من الدولة وشد قد انتظر الدولة من البلدية. الدولة عندها مسؤولية توفير الوسائل المشاريع تبرمج التمويلات، والبلدية من ناحية عندها مسؤولية العمل من أجل الوحدة الوطنية. به اللي الوحدة الوطنية هي مصدر السلم
بدون الوحدة الوطنية، بدون المعاش المشترك بين فئات الدولة، ما هم السلم وما هم الأمن. الدولة وفرت لنا عدة مشاريع، فيها سدود، فيها طرق، فيها مدارس. والمعروف عن القوارب ولا نستخدم العبارة اللي عمل أميرنا أحمد سالم الحبيب، القويربات، القويربات مدينة حدودية، معناها عنه مدينة حساسية، ولين عود فيها ذوق المشاريع الكبار اللي ننتظروا، اللي منهم الغاز، اللي منهم الزراعة، اللي منهم السدود والتبادل بين الدول الأخرى. يا الله يعود الأمن، هو الشغل شاغلنا. بدون أمن لا استقرار ولا تنمية. لو بقيت عن أول شيء قد حد يعدله، والله الدور يعطي لعب الشخص والله مسؤول في هذه المدينة، هو عن يوفر الأمن. وياك يوفر الأمن لا بد من الوحدة الوطنية، يعود المعاش بين الفئات سليم، يعود هذا كامل ماشي على الشأن الطيب، التصرف الطيب، النوايا الحسنة بين الفئات. ذيك الساعة يقعد يعود الأمن خالق والسلم خالق، ويعود إنسان قاعد يقد يطلس باله للتنمية. والله شيء آخر، وراعيني راجي منكم إن شاء الله عنكم تعودوا معدلين من هذه مشكلة الوحدة الوطنية، وحدة أساسية بي هي اللي لا ينطلق منها. إذا كامل نقدر نعتبره العود، كل حد مولي يعرف عنه، ما قال حد منه شيء. عيين العود كلنا متخيل له، عن ذلك كان قد يجبر قال عمونا شخص آخر غير ليه توفر الأمن وتخلق التنمية. لا يعود كامل كبار منه أكثر منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.